ودلوقتي رجعنا لكم مع المستشار أحمد فوزي حجازي اللي هيكلمنا عن حكم المحكمة الدستورية الخاص بالأماكن المؤجرة الغير سكنية، يعني حد مأجر منك مكان أرض أو عقار أو حاجة من الحاجات دي، هو مش ساكن، هي شركة، بنك، حاجة المفروض إن هي ملهاش مثلا إنها تخلص، يعني مش هيجي يوم مثلا البنك ده يقفل لأنه بنك هيفضل مستمر، فكان ده عامل مشكلة كبيرة. فهنعرف أكتر من تفاصيل من سعادة المستشار. منورنا. أهلا وسهلا. تحكي لنا بقى كده. منورنا. ازيك؟ ربنا يكرمك. الحمد لله تمام. طيب احنا زي ما خطيب قال كده احنا هنتكلم عن الحكم الدستوري الخاص بالأماكن المؤجرة الغير السكنية. عايزين نعرف ايه علاقة حكم المحكمة اللي صدر في 5/5/2018 ومشروع القانون المقترح من مجلس الوزراء عشان نوضح للناس. تمام. شوفي القانون ده مش قانون، القانون لسه ما طلعش. حكم المحكمة الدستورية ده طلع 5/5/2018. المحكمة الدستورية طلعت الحكم ده بتاع ايه وعبارة عن ايه؟ زي ما قال الأستاذ الخطيب، اي شخصية اعتبارية. يعني ايه شخصية اعتبارية الاول؟ يعني حضرتك مأجرة لشركة، بنك، هيئة، وزارة، مصلحة، سواء قطاع خاص او قطاع عام. يعني سواء دولة ينفع نطبق عليها الكلام ده، قطاع عام ينفع نطبق عليه الكلام ده، شركة مساهمة، شركة توصية، مش ضروري دولة على فكرة. يعني القطاع الخاص أو القطاع العام طالما هو شخص اعتباري. تمام. وشرط الشرط التاني انه يكون لأماكن غير سكنة. يعني ممكن تكون يا حضرتك مؤجرة لهيئة التأمينات بس أجرى له سكنة، يبقى مش احنا. يبقى مش الكلام اللي احنا هنتكلم فيه. فالشرطين دول ليه اتوجدوا؟ لان القضيه دي الحكم المحكمه الدستوريه احنا ما بنعرفش نخبط على باب المحكمه الدستوريه ونقول لها المحكمه الدستوريه ما رفع عندك قضيه. دي المعلومات الناس. ده انا لازم المحكمه اللي انا قدامها هي اللي تحولني للمحكمه الدستوريه. يعني ما اروحش اخبط واقول لهم انا عايز صباح الخير انا جاي ارفع عندكم قضيه في المحكمه الدستوريه. لا، بالبلدي يعني. احنا الناس اللي رفعوا القضيه دي دول كانوا في كفر الشيخ ورفعوها على بنك ناصر. قالوا يا بنك احنا العقد اللي بيننا وبينك انتهى. قال لهم ما فيش حاجه اسمها كده، لان احنا عندنا في القانون 136 الماده 18 اللي خدت عدم الدستوريه دي بتقول ايه؟ ينتهي عقد الايجار مش بانتهاء المده. ودي المشكله اللي مقابلانا بقى في السكني وغير سكني، اللي هي اللي احنا بنقول عليها القوانين القديمه. ما ينتهي عقد الايجار انك ما تدفعيش الاجره، انك تاجري من الباطن، ان الحاجات بتاعت الانتهاء، لكن المده انتهت ما ينفعش لانه ده قانون الاستثناء. هو قاعد في المكان، قاعد في المكان ويمتد المكان طبقا للقوانين بالامتدادات الخاصه اللي احنا مش هندخل بس فيها دلوقتي. تمام. فالمحكمه الدستوريه لما اتعرض عليها الامر وجدت ان اللي مؤجر لشخص زي سعادتك، انا مؤجر محل لشخص زي سعادتك ومؤجر لحضرتك بصفتك بنك او هيئه، انت عمرك ما هتطلعي لانك عمرك ما تخلصي. لكن الشخص بينتهي بانتهاء حياته او وفاته. صح. او بينتهي بامتداد اصحاب حق البقاء الورثه اللي هم موجودين في العين بالنسبه للاماكن الغير سكنه، عشان الناس ما تتلخبطش. احنا كل ده بنتكلم على الاماكن اللي مش سكنيه. تمام. فعندنا حاجة اسمها ايه في القانون؟ اصحاب حق البقاء. مين هم اصحاب حق البقاء اللي بيمتد لهم عقد الايجار؟ دول اللي هم ورثة المستأجر الاصل. تمام. جيت صدر قانون قال ايه القانون ده؟ ومين هم اصحاب حق البقاء اللي هم ورثة المستأجر الاصلي اللي هم اسمهم في اعلان وراثة، عشان ما نتفلسفش كتير بكلام ما يفهموش غير القانونيين المشاهد العادي. بنريحه بنقول له يا سيدي اللي في اسمهم في اعلام الوراثه هم اللي بيمتدلوا. جه قانون 6/97 قال لا، غير الكلام ده، قال لك لا، اللي يمتدلوا عقد الايجار اقارب، ازواج واقارب المستاجر الاصلي حتى الدرجه والاقارب حتى الدرجه الثانيه. فاصبح يمتد بقى لمين؟ للحفيد. ويمتد للاخوه لو ما فيش بنات او كذا، ما اسف، حتى لو في بنات، ما هو ده اقارب حتى الدرجه الثانيه، مش الماده الثانيه كانت لاصحاب حق البقاء الورثه اللي هم الاولاد. لكن ممكن يبقى
واحد في التعديل 6 لسنه 97 عشان ما نلخبطش الناس. ممكن ما يبقاش وري، يبقى عم. العم في زمان ما كانش ياخد في التعديل. فالمحكمه الدستوريه لما اترفع عليها الامر قالت ما فيش مساواه، اشمعنى انا مدي للمواطن العادي الشخص الطبيعي انه يطلع بالوفاه، فلازم نعمل نهايه للمؤسسه. نعمل لها نهايه للشركه، نقول لها يا شركه انت تنتهي بنهايه معينه. اوكي. فالمحكمه الدستوريه قالت انه ده غير، ما فيش تكافؤ فرص بين، وما فيش مساواه بين اللي مأجر لشخص طبيعي واللي مأجر لشخص عادي. وانا بنقى كمحكمه دستوريه بقول ان النص ده غير دستوري. وعلى مجلس النواب بقى انه يطلع تشريع يحل الازمه دي. يعني حكم المحكمه مش ده قرار نهائي، ده لا، لازم، ما انا هقول لحضرتك. وقال من حقهم يطلعوا تشريع في انتهاء الدوره البرلمانيه. مجلس النواب ما طلعش التشريع لغايه اللحظه دي. فاصبح عندنا فراغ تشريعي، اصبح النص المحكمة الدستورية لغته. فاللي يرفع على شركة أو بنك أو مؤسسة أو كيان أو شخص اعتباري قضية بالإيجار يقول له أنا عقد الإيجار انتهى. أوكي. طيب معلش أستاذ أحمد، معانا أول مداخلة النهاردة من أستاذ محمود. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، اتفضل يا فندم. تحياتي لحضرتك ولسيادة المستشار. اهلا وسهلا. شكرا ليك. ومن خلال البرنامج ده بصراحه انا بحب سياده الرئيس جدا جدا يا فندم، حب ملوش وصف، وبوصل له صوتي من خلال البرنامج ان ربنا يا رب يوفقه يا رب ويكرمه، لان هو بصراحه يعني انا من حبي ليه ومتابعتي ليه هو تعب بصراحه، وربنا يجازيه خير يا رب. حضرتك. شكرا ليك يا استاذ محمود، ربنا يخليك. وهل ليك اي استفسار او سؤال؟ يا فندم اتفضل. انا كنت عايز، مش ده البرنامج ان بوكس يا فندم، كنت عايز اعلق حضرتك على اللي هو السادس المستشار الايجار القديم. يعني احنا عندنا بيت، تمام، هو المعظم بيت ايجار قديم كله. تمام، هو مش بتاعنا، بتاع واحد صاحبي يعني. فالسكان اللي فيه كلهم يا فندم كله ايجار قديم، بيدفعوا اللي ب 2 جنيه ونص، وفي اللي بيدفع 5 جنيه. المفروض حتى لو قانون جديد هنعمله او كده يكون موازي القانون ده يا فندم بدفع الايجار ل زي مثلا الايام اللي احنا فيها دي، ايجار الشقه دلوقتي بيوصل 1000 ونص و2000، عشان لما نيجي نطبق يا فندم نطبق العدل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ما يكونش العماره كلها فيها 10 شقق، ال 10 شقق دول بيدفع لهم حوالي 500 جنيه كل شهر، تمام، وناس جديده بتأجر بالايجار اللي هو الجديد ده يا فندم، اللي هو بيدفع في الشهر مثلا 1500 جنيه بيدفع 2000 جنيه. اوكي. صح فندم كده ولا؟ القديم ده اللي هو هيدفع مثلا 10 شقق بيدفعوا 500 جنيه في الشهر. طب هو ده عدل يا فندم؟ طيب هل حضرتك عندك سؤال او استفسار معين بخصوص الموضوع ده؟ ايوه، انا بقول لحضرتك يعني مثلا لو المفروض يبقى في عدل حق، يعني مثلا عدل بمعنى ايه؟ بمعنى ان العماره اللي عارفين نستفاد بيها، لا عارفين نعمل لها ازاي ونشنيها، وعمارة قديمه، ولا السكان راضيه تتفاوض، والايجار اللي بيدفع. شكرا ليك يا استاذ محمود، احنا هنحاول نوصل لوجهه نظر حضرتك من خلال المستشار. احنا بنتكلم على فكره الايجارات، هو احنا نفسنا وكل الناس بتضم صوتها، ولكن ده قرار مجلس النواب، هو اللي بيشرع وهو اللي بيشرع القوانين، واحنا علينا الانتظار الى ان مجلس النواب يشرع قانون جديد خاص بالايجار القديم، وازاي نخلي وازاي نزود الاجره، لان الموضوع ده برضو موضوع شائك. موضوع اجتماعيا شائك جدا ما بين السكان وما بين الملاك. يعني لكل منهم وجهه نظر تحترم، وجهه نظر تحترم. فيعني انا بشفق على 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 المشرع لما هيدخل في الحته دي، هتبقى حته برضه. اعتقد ان الموضوع لسه بيقترح في مجلس النواب، ولسه يعني تحت المناقشه.
يعني لسه بيتقدم مشاريع قوانين، بس لغايه دلوقتي احنا ما صدرش حاجه نقدر نعلق عليها او نتكلم عليها. طيب نرجع تاني لموضوع حكم المحكمه الدستوريه. حكم المحكمه الدستوريه جه وخلاص لغى نص المد، فاصبح هنا في فراغ تشريعي. كان يجب على مجلس النواب من 2018 بقى يبدا يتحرك. طيب مجلس النواب ما اتحركش. هو الزامي اللي المحكمه الدستوريه اللي قالته على مجلس النواب؟ لا مش الزامي. مجلس النواب ما فيش سلطه تلزمه. تمام، احنا المحكمه الدستوريه لغت النص، فاصبح من حق اي حد طالما مجلس النواب ما عملش تشريع اصبح هنا النص ده اقدر اخلي. وبالفعل من 2018 الناس رفعت قضايا وكذبت القضايا وطلعت، لان احنا بقى لنا 3 سنين وفي احكام اصبحت نهائيه في هذا الامر بخروج الشخص الاعتباري من العين اللي كان قاعد فيه، سواء كان بنك، شركه، قطاع ايا كان، اي طالما هو شخص مصلحه حكوميه اي حاجه. فده حدث. احنا بقى في انتظار مجلس الوزراء بيقدم مشروع الجديد وقدمه لمجلس النواب عشان يقره، عشان يظبط بقى الامر. يقول بقى ان احنا مفيش فراغ تشريعي، بالماده دي لما اتلغت او الفقره دي لما اتلغت هيحصل البديل عنها ايه؟ طيب. وان كانت دي لما هيطلع التشريع اكيد هيضايق جه طرف من الاطراف، لان دلوقتي اللي يلحق يرفع هيلحق. التشريع بقى بيتكلم على نقعد 5 سنين وفتره انتقاليه ومش فتره انتقاليه، طبعا دي هتضايق بعض الافراد. انت شايف حضرتك مين اللي هيتضايق اكتر من الطرف؟ اكيد اكيد المالك، لان المالك النهارده من حقه يطلع. فانك لما تقولي له استنى 5 سنين وهديك زياده ما اعرفش كام في الميه من الاجره، هو مش عايز كده. هو مش عايز كده، عايز ياخد حقه، عايز ياخد حقه. فهو المالك من حقه يزعل لو في زعل يعني. الا اذا كان مجلس النواب هيعالجها بطريقه ما. والمحكمه الدستوريه نفسها لما قالت ليه اجلت، يعني الحكم طالع في المحكمة الدستورية في 5/5/2018 قالت يعمل بالحكم بعد انتهاء الدورة البرلمانية عشان تدي فرصة للناس نظرا لان الشخصية الاعتبارية دي شركات وهيئات بيقوم عليها اقتصاد الدولة. فادتهم فرصة، ادتهم فرصة صغيرة تمام، بس قالت يا مجلس يا نواب انت بقى المنوط بالحتة دي اشتغل. فهو مجلس النواب حتى الان ما طلعش. فاصبح من اي حد لحتى اللحظه اللي احنا فيها يقدر يرفع قضيه ويكسبها ان شاء الله. طيب استاذ احمد، يعني ايه ان عقد الايجار لا يمتد الا لمره واحده في ايجار المحلات؟ شوف، ايجار المحلات او غير المحلات، فكره مره واحده يعني ايه مره واحده؟ في ناس فسرتها كتير غلط، قالت لك ايه؟ يعني مثلا الاب مات وساب 5 عيال. تمام؟ يمتد للكبير، معرفش جابها منين، اشمعنى الكبير يعني؟ لا، هو بيمتد للخمسه. ده سواء كان ده مرة مستاجر واحدة ولا اللي مأجر؟ لا، المستاجر. المستاجر دايما هو اللي عليه العين يعني. اللي محطوط عليه الميكروسكوب. يعني لو الاب مات وساب زوجه واربع اولاد في المحل، تمام، هيمتد لهم كلهم. اوكي، مره واحده بس، يعني معناها ايه؟ ان الراجل ده ما يمدش لابنه. خلاص كده هو الموضوع هيتوقف عند الابن ده. وهنفسر، لا الاب ده مات قبل 27/3 97 ولا بعد 27/3؟ ايوه، لانه لو مات بعد 27/3 بيمتد هنا للحفيد، لشخص واحد فقط. لا، يمتد للحفيد، لحد الحفيد. حتى الحفيد. يعني نبص على الورثه حتى الدرجه الثانيه، نشوف مين الورثه اللي هم الدرجه الثانيه، هنلاقي الاخ درجه ثانيه. يعني لو واحد مات اخوه درجه ثانيه، العم، الولاد، زوجته وابوه وامه ومراته واولاده كده كده موجودين. ياخد حفيد ويعتبر درجه ثانيه. فياخد ده لو الوفاه قبل، مش هنطبق عليه ده، وهنشوف مين اللي ليهم حق البقاء من الورثه وهم دول اخر جيل. اوكي، فكلمه جيل واحد يعني الجيل اللي النص عليه القانون، ما يمدش بقى لاولاده واولاده واولاده. الموضوع اللي كان موجود قبل التعديل. طيب، يمكن سؤال ما اتطرحش قبل كده في البرنامج بخصوص الايجارات، انه لو شخص مستاجر مسلم الديانه متوفى، هل زوجته لو هي مختلفه عنه في الديانه يعني مسيحيه يحق لها انه ينتقل اليها عقد الايجار؟ خلينا نشوف القانون هنا بيقول ايه في المحلات. بيقول يمتد للورثه. تمام، هي الزوجه المسيحيه احد الورثه؟ لا، فمش هيبتدي ليه؟ هي مش وريثه.
ما هي زوجة. اي ما فرق. ما هو لا يرث المسلم الا مسلم. ده من الاساس يعني. فعشان نبقى يعني هي دي يبقى لا يمتد لها. يبقى اجابة السؤال انه لا يمتد لها. طب هي دي نقطة مهمة ان احنا نوضحها برضو. احنا بنوضحها احنا بنقولها، بس يمكن زي ما انت قلتي دي نقطة ما اتفتحتش قبل كده في اي حتة خالص. يمكن خالص فهي هيتطبق عليها. بس يا استاذ احمد، لا يرث المسلم ان المسلم ده شرع ولا ده قانون؟ شرع وقانون. ما احنا انت خد بالك احنا احكام المواريث بتحكمنا هي القانون بتاعنا. طيب معلش، الشرع في المواريث تمام، هي القانون اللي الشريعه الاسلاميه بناء عليه بيتم سن القوانين. بناء عليه بيتم سن القوانين. لا مش 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 القصد اللي بيقوله كده الاستاذ احمد الخطيب. لا يعني هو بيقول ايه، هل ده المواريث دي قانون ولا شرع؟ هي الاثنين. ايوه، هو القانون المصري بياخد بالشرع في المواريث. انا بقول ان هو بناء عليه بيتم سن القوانين بناء للشرع المفروض. تمام. طيب هل الراجل لو اللي عايز مثلا يعمل عقد بينه وبين زوجته عشان يضمن ان العقد الايجار ده يمتد له، ممكن ولا لا برضه؟ لا، خلينا نتوقف عند الحته دي. هو ده مش ملك، ده ايجار. تمام. فاذا عمل عقد ايجار لحد مش من اللي يمتد لهم عقد الايجار، ده ايجار من الباطل. هيبقى او ايجار. فهو لو المالك يبيح له هذا الايجار، حد هيرد عليا دلوقتي بسرعه ويقول لي ايه يا عم ايجار ايه من الباطل؟ ما هو يقدر يسيب لي ولاده ويعمل له ترك وتنازل عن العين. ايوه، لان ولاده ما بتمتد لهم، هنا هي ما بتمتدلهاش، فاصبحت تاخد حكم الغريبه. اوكي. يعني انا بفكر راسي بسرعه معاكم. هي نقطه مهمه جدا ما اتطرحتش قبل كده خالص عندنا في البرنامج. وكان ضروري ان احنا نوضحها، واكيد هنكمل كلامنا في الفقره الاسبوعيه ان شاء الله القادمه، لان الوقت جري زي كالعاده مع حضرتك. نشكرك جدا، دايما بتفيدنا باستشاراتك ومعلوماتك القانونيه. شكرا ليك يا استاذ احمد، نورتنا. ميرسي لحضرتك جدا، نورتنا. شكرا يا خطيب. العفو نورتين. كده احنا فقرتنا وحلقتنا من انبوكس خلصت. نشوفكم بكره على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. استنونا 6:30 على صدى البلد 2.